عبد الكريم أيوب من سكان عزون عتمة، وتحديدا أسكن في الحي الجنوبي المعزول خلف السياج الفاصل في الجهة الجنوبية من عزون عتمة. طبعا هذا السياج الذي أتحدث عنه يعني في الجهة الجنوبية من عزون عتمة تم بناؤه في سنة 2006، وفي العام 2009 تم تشغيل بوابات على هذا السياج وتم بناء أبراج عسكرية ومنشآت عسكرية كاملة. طبعا نحن كسكان نعيش خلف السياج، هناك 11 أسرة، هناك ما يقارب 70 شخص يعيشون في هذه الأسر وهذه البيوت السكنية خلف السياج. هناك مجموعة من الورش والحرف الصناعية وبعض المنشآت التجارية، هناك آلاف من الدنومات مزروعة بالزيتون ومختلف الزراعات، هناك بئر أرتوازي ومجموعة من البيوت البلاستيكية وبيارات الحمضيات والفواكه. تقع هذه جميعها خلف السياج الجنوبي لقرية عزون عتمة. نحن كسكان نعيش خلف هذا السياج، نعاني يوميا وعلى مدار الساعة من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحقنا، فإن البوابة تفتح في 5 صباحا وتغلق في 10 مساء. بعد ذلك نكون نحن نعيش خلف السياج في سجن فعلي وحقيقي. هذه الناحية النفسية حدث عنها ولا حرج، يعني أنا عقلي يبقى مشتت بين عزون عتمة وبين أولادي اللي مسكنين في الزاوية، عندهم أولاد وعندهم نسوان. إن واحد مريض في الليل أنا ما بقدر أطلع الساعة 9 9 ونص 10 ما بقدر أطلع منها. أيضا لو أنا مرضيت ما بقدر ابني في الليل يجي يجيب سيارة ويأخذني إلا أنتظر عند ما تفتح البوابة الصبح. هذه يعني كثير يعني حصل حوادث عندنا هنا، إن العجوز تمرض أو البنت تمرض هنا نيجي الساعة 10 ونص البوابة مسكرة. طيب يا عمي بدنا نطلع على المستشفى، بقول تحكي استنى الصبح. وضعي كإنسان بعيش خلف السياج ورب أسرة، عندي 5 أولاد بدرسوا بالجامعات وبالمدارس وبروضة الأطفال الصغير، نجد يعني معاناة في إدخال أي احتياجات وأي مستلزمات للبيت كالمواد الغذائية، المواد التموينية، أي مواد بدك تدخلها لبيتك، قطع أثاث، إذا أردت يعني أنك تعمل إعادة تأهيل، صيانة في البيت، أي مستلزم، أي سلعة، أي حاجة بدك تدخلها للبيت بتجد صعوبة في إدخالها، بحيث أنه الجنود بيدعوا أنه عندهم تعليمات أنه ممنوع إدخال المواد والسلع بكل أنواعها عبر هذا الحاجز. وصل يعني الأمر أنه نعمل مفاوضات على طبق بيض، على كرتونة بيض وعلى كرتونة سكر 10 كيلو وعلى 5 كيلو رز وعلى كيلو لحمة وعلى 2 كيلو دجاج. في كل مرة أنت بحاجة أنك تقنع الجنود أن أنا مدخل هاي الأغراض لبيتي، احتياج بيتي، بدي أوكل، بدي أشرب، احتياجاتي زي باقي البشر. بجاوبك الجندي بقول لك لا، هذه أغراض وكميات تجارية. من 2009 لما نكمل الجدار لحد الآن 4 أولاد إلي وبنت لا يستطيعون الدخول إلي نهائيا أو يستفسر عني، لأنه ما عمل تصريح، ولما أقدم التصريح بقول لهم ممنوع شباك، كل ممنوع شباك ممنوع شباك. طيب أنا الصغار شو بدهم يعملوا لي؟ إذا الكبار ما جوش لي، الصغار شو بدهم يعملوا لي؟ بضطر إني أحمل جرة الغاز اللي وزنها حوالي 18 كيلو لمسافة يعني بتقلش عن 100 متر، جاري مثلا بحملها 120، جار آخر بحملها 150 متر، كل واحد حسب مسافة بيته، بعد بيته من الحاجز. أكثر من مرة بدنا نصلح التلفزيون، في حالة أنه أنت بدك تطلع التلفزيون تصلحه مضطر أنك تجيب معك مفك وتفتح التلفزيون وتوريهم أنه هذا التلفزيون بيحملش أي شيء مخالف للقانون، وانت راجع كمان مرة بدك تفتح التلفزيون وتعرضه للجنود أنه يتأكدوا أنه مفيش في إشي. وصل أحد المرات أنه أنا اتصلت على المكيد في بيت إيل
لحد ما سمحوا لي أدخل التلفزيون على البيت. كل المستلزمات اللي أنا يعني بحتاجها في كل موسم زراعي، أسمدة، علاجات، تراكتور لحراثة الأرض، كل هاي الشغلات أنا بوجد صعوبة كبيرة إني أنفذها وأمارسها، فبالتالي أنا اضطريت إني شبه تركت الزراعة لهذا السبب.